السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين غزاله ديالي؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. غادي نشارك معكم ان شاء الله الحقيبه ديال لا ماتيرنيتي، يعني حقيبه الولاده الخاصه بالبيبي والام. ولكن اول حاجه غنشاركها معكم الحقيبه اللي خاصه بالبيبي، وقبل غادي نقول لكم على هاد بالنسبه ليكوش. زعما كاين بزاف ديال الانواع اللي راكم عارفينهم، منهم هذا ديال البومبيرس، كاين البومبيرس بريميوم، وكاين البومبيرس الاخر الزرق العادي، هذا الشيبي هانتوما، وكاين الكوشات شكل اخرين اللي راكم غتكونوا عارفينهم. يعني كاين انواع واشكال، السميات ديال الكالين، دودوت، كاين الاخر اللي معروف بزاف ما عقلتش على الاسم ديالو صراحه، كل واحد وكيفاش داير. انا بزاف ديال الناس او بزاف ديال النساء سواء في التطبيقات اللي كندخلهم وداكشي نصحوني بهذا، قال لك راه زوين ما كيعملش الطيوبه، كيقولوا بان هذا ديال السعوديه وداك الزرق كيكون ديال مصر، هادشي اللي سمعت. مي هذا كيقول لك مزيان ما كيعملش الطيوبه للوليدات الصغار. المهم اللي غدا عاد تولد كنصحها انها تاخذ هذا، وخاصه راه باقي دابا ما جربتوش انا، يعني هذا هو الشهر ديالي. مهم هذا الحجم الكبير كيعمل ب90 درهم، وكاين بعض الاحيان يعني في متاجر اخرى كيعمل حتى 98 درهم حتى 100 درهم. مهم هانتوما جبت الرقم واحد، هذا ديال نوفونيد يعني ديال الزياده، جبت رقم واحد فيها 60 حفاضه، شفتوه؟ هذا الشيبي ماشي الزرق، صافي. ودابا بالنسبه للحوايج انا راه ديجا كنت جمعتهم. هانتوما من بعد ما فتحت الباكي ديال ليكوش، هانتوما شوفوا كيفاش دايرين، رطيت بين الصراحه بزاف غزالين، شفتوا؟ ما يتحسس منهم ما حتى شي حاجه، وبزاف ديال الناس اللي شكروه. المهم انا غادي نضيف كوشه وحده لكل لبيسه من هاد البيسات هادو اللي جمعت. هانتوما ها هنايا عملت له الفوطه ديالو بوحديها، حيت طلبوها لي في الكلينيك، قال لك ضروري ان تجيبوا له الفوطه ديالو والشامبو ديالو. انا غادي نوريكم كل حاجه من بعد ما نضيف هاد الكوشات كيف قلت لكم في الاول. هانتوما حبايب ديالي كيف كتشوفوا عندي هنايا، هذه هي اللبسه اللي غادي نلبس له ان شاء الله ملي يجي بخير وعلى خير. شوفوا شنو عندي فيها، انا غادي نعاود حتى جا قديتهم نعاود نقادو معكم. وضروري البسات انكم تكونوا مصبنينهم من قبل، كيف قلت لكم راه ديجا نزلت لكم فيديو اللي فيه مشترياتي، ضروري تصبنوهم بالماء اللي يكون دافي وصابون الحجره ولا شي صابون اللي يكون خاص بالاطفال، ملابس الاطفال. هانتوما عندي هاد البيسه، هادي هي اللي بغيتو يلبسها في الاول، شفتو؟ عندي البوني ديالها وفيها هاد لي موفل ديالها جوج وتقيشرات، داكوغ. دابا غادي وعندي المنطه ديالها، ها هي الملايه ديالها اللي هي سخيخنه ورطيطبه او ميم طو يعني كبيبره اللي لويوه فيها باش كيبقى سخون، راكم عارفين دابا لقيت هاد البرد. غادي تاخذوا اللبسه وتقلبوها بحال هكذا، هاد الطريقه هادي عملوها جميع البنات اللي عندهم القنوات، كلهم نزلوها الطريقه هادي نفسها. المهم انا نشاركها معكم حتى انا. بسم الله كتعملوا هكذا الباربوتوز اولا البيجاما بهذا الشكل هذا، وتعاودوا تنزلوا عليها بحال دابا انا غادي نلبسوا بيجاما هكا داخليه بحال هكا بالسروال ديالها. ها نتوما عندي السروال ديالها، كتقلبوه بحال هكذا بهذه الطريقه، وكندير لها السروال ديالو بحال هكذا. المهم كنحاول انني نقاد هكا الرجيلات وهذا، وضروري تعملوا له واحد سوفيت مون تحت بحال هكا ولا طريطقات كيف كيقولوا لهم كاع البنات. وديجا نصحكم انكم الا بغيتوا تاخذوا هاد الطريطقات تاخذوا يكونوا فيهم طريطقات حتى من جهه العنق باش كتدخلوا الراس ديال البيبي بسهوله، صافي. وكندير ليها بحال هكذا، كتنزلوا واحد الكوشه، هاد الكوشه اللي خديت انا ديال الزياده، وتنزلوا اولا نخليو الكوشه هي الاولى تنزل. هنايا عملت هاد ليمون في التوقيه باش ما يضيعوش، وتنزلوا كوشه بحال هكذا وتقيشرات، صافي. وهكذا البسه عندنا موجوده، فيها البيجاما هكا اللي كتجي على برا، وفيها البيجاما داخليه والطريطقات، كوشه، البوني، ليموفل وتقيشرات، صافي. كديروا لها بحال هكذا
وترجعوا بحال هكا بهذه الطريقه. هذه طريقه جد سهله صراحه، هذه بحال هكا وتطويو مره وتعودوا المره الثانيه بحال هكا. وها هي اللبسه ديالنا موجوده ديال البيبي كاملين، يعني ثلاثه ديال اللبسات كديروا لهم كاملين بحال هكا. الماكسيموم ديو معكم ثلاثه ديال اللبسات، ثلاثه ديال اللبسات اللي غتحتاجوا للوليد. هنايا كيف قلت لكم ضروري تكون عندكم شي ملايه اللي خفيفه، وتديو كذلك مانطا سخونه على حسب الوليدات اللي كيكونوا في فصل الشتاء. اما الا كان فصل الصيف راه الملايه بحال هكا راه كافياكم. صافي كندير بحال هكذا ونعمل عليها هاد الملايه هادي ونطويها هكذا. طي عادي وصافي، المهم ماشي مشكل الملايه، المهم يتطواو الحوايج مزيان. وضروري تعملوها في شي بلاستيكه سيكا، او لو شريو دوك لي تخوص اللي كيكونوا تخوص راهم كيكونوا كيتباعوا ديال كاينين في المتاجر الكبرى، حتى هما مزيانين. بالنسبه للسال دو كوشمون او البلاصه اللي غتدخلوا تولدوا فيها، ضروري تديو معكم بيجاما خاصه بكم نتوما النساء، وديروا البيجاما اللي خاصه بالبيبي. انا غادي ندخلها غير في ساك بحال هكا، حتى نتوما يمكن لكم ديروا ساكادو ولا شي حاجه. المهم بالنسبه للبسه ديال الوليد هي هذه، بالنسبه للبسه ديال الام ها نتوما نوريكم شنو درت فيها حتى هي، وعملت نفس الطريقه اللي عملت لولدي. ها نتوما خديت هذه البيجاما ديجا شاركتها معكم في مشترياتي بالبينوار ديالها، وعملت ليها ملابس داخليه يعني واحد تريكو بالكولون ديالو، مازال غادي نزيد فيها غير دي باردور وكوشه، وعملت فيها هاد الفوت الصحي وكتعملوا فيها هكا واحد الكيلوت، ما كديروش فيها لي سوتيان. صافي والبينوار ضروري البينوار خليوه عندكم غير في المانيطه نتوما اذا بغيتو، اولا دخلوه معكم. صافي باش ملي كتمشيو تدخلوا تولدوا كتدخلوا معكم هاد الساك هذا، كتعطيوه للساج فام صافي باش كيلقاو باش كيبدلوا البيبي وباش كيبدلوا لكم حتى نتوما. هذا فيما يخص الملابس ديال البيبي، يعني اللبسه الاولى ديال البيبي واللبسه ديال الام، حتى هي كنعملها في البلاستيك. صافي انا غادي نوريكم اللبسات الاخرين كيفاش عملتهم بنفس الطريقه، غادي نشارك معكم وخليكم معايا. وهذه اللبسه اللي غنلبسها له ان شاء الله النهار الثاني، ها نتوما حتى هي ديجا شاركتها معكم في مشترياتي. نتي نقلبها باش تشوفوا وريكم شنو عملت فيها. عملت فيها حتى هي البوني بحال هكذا، وعملت فيها لي موف. خلاص هي ديجا فيها هاد الجهه من هنا من لتحت الرجلين، يعني كتجي هكا مسدوده، وعملت فيها واحد السيرفيتا بحال هكا احتاجها له. صافي وعملت فيها واحد من الطريطقات اللي كيكون نصكم، والسريويل بالتريكو ديالو اللي كيجيو في التحت. المهم هكا باش كيدفاو مزيان، قال لك راهم ملي كيكونوا يعني ملي تيخرجوا الوليدات هكا كيكونوا في درجه الحراره اللي كانوا فيها من قبل هي 37 درجه، ضروري كيبردوا. هادشي علاش خصكم تدفيوهم مزيان. صافي بلاتي نوريكم هادي شنو ندير لها نتوما هكا هكا. نسيت الكوشه هي علاش فتحت انا اصلا. صافي نديرها هكا من الفوق، نخلي هاد السربيته هي اخر حاجه هنايا، ديرها هكذا صراحه. البيسات ديالهم كيجيو زوينين كيوت. بيجاما راه ديجا شاركتها معكم، ها نتوما ها هي كيفاش عامله بحال هكذا، هي اللي قلت لكم غنلبسها له النهار الثاني ان شاء الله. هما قالوا لي هاد الكلينيك اللي غادي نولد فيه انا قال لك ما كيدوشوش لهم في البلاصه يعني سير بلاس، قالوا لي بانه كيمسحوا له وكيخرجوه لعندي، وفي الليلات كيجيو يديوه من عندي باش طلبوا لي الفوطه والشامبوان.
صافي غادي نعملها في بلاستيكه بحال هادي باش كيبقاو مجموعين دوك الملابس اللي فيها ما كيتشتتوش بحال هكذا بهذه الطريقه هادي وكنزلها في الماليطة هذا فيما يخص البيسة الثانية. بالنسبة للبيسة الثالثة أنا غادي نشاركها معكم حتى هي ديجا جامعاها بنفس الطريقة باش هكذا كتجيكم سهلة وحتى الشخص اللي كيكون معكم سوى الزوج ديالكم ولا كيكون كتكون معكم الأم ديالكم فقط كتقولي لها راه غير هذيك الساشي اللي فيها كذا كذا راه كتجبدها بسهوله فيها الحوايج مجموعين. غادي نخرجوا ان شاء الله في هادي هانتوما انا كنقول لها غير البوشيط غنخرجوا في هادي سخيخنا كيجي الرويص هنا وكيجيو هكذا فيها طريقات بهذه الطريقه هادي وهنا كيجيو الرجيلات وهنا يخشيت فيه يعني لهاد البيسه هادي هكا اللي غادي يخرج بها هانتوما هادي هي البيسه اللي بغيت نخرجو بها هي النيت اللي كانت اختارتها له ماما شوفوا كتجي زوينه بزاف شفتوها هانتوما حتى هي جمعتها بنفس الطريقه حتى هي فيها واحد السربيته بحال هكا هادشي راه كلشي مصبن فيها بيجامه بالسروال ديالها فيها هاد الباربوتوس اولا البيجاما اللي غادي تجي من الفوق فيها الطريطقات هكا نصكم والبوني والتقيشرات والبوني دائما كنخشيه كنعمل فيهم هادوك لي مو في الداخل باش ما كيضيعوش ليا صافي وغادي ندير واحد الكوشه كوشه غادي ننزلها بحال هكذا صافي وكتجمع بنفس الطريقه صافي انا غادي ندي ثلاثه ديال اللبسات الله يجعل البركه شفتو كتجي مجموعة البيسة بحال هكذا صافي وكنعملها هنايا باش كتبقى مجموعة مع هادي كنسد هاد الطريطقات بحال هكذا ما صعيبش الصراحة هادشي ساهل بزاف ما كتديوش معاكم الحوايج بزاف هانتوما بهذه الطريقه هذه ونرجع نجمعها في كيس بلاستيكي اي كيس بلاستيكي بحال هذوك اللي كيكونوا فيهم البيجامات اللي كتشريو راهم كيكونوا مزيانين صافي وكنزلها في المانيطه هادي خلاص هاد البوشيط ديجا عندي يعني عندي لي بوني ديالها وحتى الطاقيه ديالها عندي هكذا ها هو عندي لي موفل ديالها والطويقيه ديالها المهم هزيتهم معايا ربما نحتاجهم صافي كنزلها حتى هي في الماليطه مانيطه ديت له مانيطه صغيره ما ديتش انا الساك ديت له مانيطه صغيره وانا ديت لي المانيطه اللي موين نتوما يمكن لكم ديروا له غير الساك بالنسبه لهادي هذا القماط قماط العصري هذا راني ديجا شاركته معكم في مشترياتي حتى هو غادي نهزو معايا وداك القماط البلدي اللي كانوا كيعملوا الامهات ديالنا خليته في الدار هذاك باش ماما اللي غادي توريني كيفاش نخدم به صافي حتى هو هزو معايا ضروري غادي نحتاجه بالنسبه للملابس الداخليه هزيت معايا هكذا كولون كيجي مشدود هكذا من التحت هادو كلهم هاد الملابس اللي هزيت معايا نوفوني يعني ديال الزياده وهزيت معايا طريطقات وحدين في البيض بحال هكذا يمكن لكم تنوعوا له تاخذوا هكذا في البيض وتاخذوا كذلك حتى تاخذوا كذلك حتى هذا اللي هكذا بالكولور اللي فيهم هكذا لي موتيف شفتوا كولون واحد اخر وخديت له هاد لي موفل هادو حتى هما ديتهم معايا ربما نحتاجهم وهاد التقيشرات هادو كذلك ديت له وحده وحده وديت معايا هاد الفويطات هادو هاد الفويطات ربما نحتاجهم انا ملي نكون كنردو هكذا نعملها على كتفي ولا هذا ملي نبغي نقرعو ولا شي حاجه
باش فهمتوا ما كيرجعش على الحوايج ديالو ولا عليا. وزدته هو هادي حيت ديجا ديت له جوج فويطات وزدت هادي الثالثه صافي. هادو حتى هما جمعتهم في البلاستيك باش يبقاو باينين. صافي بهذه الطريقه هادي كنزلهم بحال هكذا. وهنايا هزيت له الفوطه، الفوطه اللي قلت لكم غنشاركها معكم ملي نكون جمع الحوايج، انا غنوري لكم شنو فيها. فيها هذا الكيس هذا ديال الصابون، وفيها هاد التويقيه هادي حتى هي فوطه، وفيها هاد الفيطه هادي الصغيره بحال هكذا بغيت نمسح له هكذا وجهه، وفيها هاد الفوطه هادي اللي كتجي كبيره. سبق لي وقلت لكم في الفيديو ديال مشترياتي بانكم الا مشيتو تطلبوا هاد الفوطه هادي لشي متجر محل ولا شي حاجه بغيتو تشريوها خدوها هكذا كبيره، ما تاخذوش دوك الصغيورين، الصغيورين راه كيجيو غير في النص ديال هادي، خدوها هكذا كبيره كتصلح له حتى كيولي عنده حتى عامين 3 سنين. شفتوا هنا كيجي الرويز ديالو، كتجي ساهله عمليه احسن من البينوار. البينوار ما كيلقلش يعني التربيه في الاول. صافي نزل هادو هكا وصافي. ديك الساعات ملي كيطلبوها لي كنعطيها ليهم ملي كيبغيو يدوشوا له في الليل. صافي فيما يخص هذا المنطا ديالو ديت له هذه المنطا هذه اللي ديجا شاركتها معكم. ها نتوما يمكن لكم ديروا له دوك المنطات اللي كيجيو هكذا في الكاخه ديالهم ديال يعني ماشي ملايه ماشي بحال هكا، كيجيو منطات غلاضين بزاف على حسب الجو كيفاش غادي يكون، ولكن بيني وبينكم يعني الاخر شهر 12 ولا البدايه شهر 1 راه كيكون البرد. دابا نيت راه بادي البرد مزيان. صافي ديت له هذه سخونه وديت له الاخرى ديك الزرقاء اللي وريتكم، وكذلك ديت معايا ليزار ها هو بالمخده ديالو هذا باش غادي نفرشوا له في الكونه ان شاء الله. الكونه باقي ما وصلتنيش باش نشاركها معكم، الا كتب ان شاء الله نشاركها معكم قبل غنشاركها، ما كتبش حتى ان شاء الله الكلينيك ونشاركها معكم. صافي كان هادو هما المستلزمات ديال البيبي او حقيبه الولاده ديال البيبي، والساك اللي شاركته معكم اللي فيه البيجاما الاولى ديالي مع البيجاما الاولى ديال الوليد ديالي ان شاء الله. هادشي اللي كاين. ودابا غادي نشارك معكم اشنو دي معايا انا. نسيت ما وريتكم واحد الحاجه يعني بالنسبه ل يعني تتمه ديال الحوايج ديال البيبي. المهم المانيطا ديالو راه حنا جمعناها، هاد الساك غادي نهزو معايا ضروري غادي نديه معايا ونقول لكم شنو هزيت فيه. انا غادي ندي له هاد الشامبوان كيف قلت لكم ديال ميستيلا، ومن الاحسن انكم تشريو هادشي من بارا فارماسي. المهم غادي ندي الشامبوان ديال ميستيلا، وغادي ديو له ضروري الدواء الحمر والفونسمو، وغندي له هاد السكاته هادي اللي غنعملها له ان شاء الله باذن الله ثاني يوم باش يولي يشدها ليا، حيت هادي تقريبا فحال يعني تقريبا تتبان فحال التدي حتى هي ديال الام ما يعني مزيان. وغادي ندي له هاد كريم دو شونج بحال هكا. انا كنت شريت اوبلاستين ما شريتوش ميستيلا، نصحوني باوبلاستين، وكاين بيبونتين. وضروري تديو الرضاعه، انا باقي ما عقمتهاش ان شاء الله، عاد غادي نعقمها هي وهاد السكاته هادي عاد غادي نعقمها. خديت غير الرضاعه صغيره وما خديتهاش الجاج، خديت هاد النوعيه هادي. ها نتوما الثمن ديالها هو 130 درهم و27. صافي وديت له هاد هاد اللانجيت ديال ميستيلا، وربما نحتاج لهاد البارفان هادي، قلت غادي نديها معايا حتى هي وصافي.
زعما يعني في حالة ما نقدر ندير له منها نقدر انني نخليها. وما تنساوش واحد الحاجه اللي ضروريه ومهمه اللي هي ميزان الحراره او التخوص اللي كيكون فيه ميزان الحراره والمشطه ديالو وكيكون فيه المقوسه. هذاك ضروري ومهم بزاف. صافي كنظن بان كلشي داكشي اللي خاصو جمعته ليه وصافي. هذا غادي يتصك يبقى حدايا وهذه باش كنبدلو عليها. صافي بقى حدايا هاد الصاك هذا ان شاء الله هو اللي جمعت فيه كلشي داكشي ديال البيبي. وخديت هاد البيسة هذه حتى هي، قولوا لي في لي كومونتير كي جاتكم وزوينه ولا لا. غير انا خديت فيها 6 شهور، يعني 6 شهور ماشي كيلبسها حتى ل 6 شهور ان شاء الله باذن الله، يعني غير كيكمل ديك الشهرين كيلبسها. زوينه يعني ما سخيخنا شويه. خديت فيها هاد لي موتيف هادو بحال هكا، فيها الطريقات، في هاد لي بابيون بحال هكا. زوينه الصراحه عجبتني هاد البيسه. هادي خديتها ب 80 درهم، لا ماشي 80، 85 درهم. 85 درهم قال لنا في الاول راه كيبيعها ب 100 درهم، في التالي قال لي 90 درهم، من بعد هبطوا ل 85 درهم. المهم زعما راه كنت شطره. هادشي اللي كاين. خديت هاد البيسه هادي، فيها البوني ديالها وفيها لي موفل هادو ليغو ديال اليدين. صافي وكتجي هكا مسدوده من هنا، زوينه عجبتني انا. وخديت هاد الباك هذا ديال اللي فيه المشيطه، في هاد المشيطه هذه رطيبه وفيه هادي. انا كنت بغيت ناخذ الطخوس اللي كيكون فيه بحال هكا ولكن ما لقيتوش الصراحه، قلبت عليه في الباراف بارافارماسي، في المحلات ديال هادشي ديال بيبي، في اي سي واي كي ما لقيتش. صافي خديت هذا بحال هكذا. فيه هنا عطاوني واحد اللعيبه كنت تقلب بها غير العينين ديال البيبي هكا واش مزيانين ولا لا، كنت عطي غير الضو. قلت له شون جيها لي وعطيني ميزان الحراره، واخا غنعاود نشري ليه ميزان الحراره اللي مزيان من الفارماسي. صافي فيها المبرد وفيها هاد المقص هذا، فيها مقص ديال الاظافر، فيها هاد البارتي هادي اللي كي نظفوا بها الانف الا كان البيبي النف ديالو مخنوق. وصافي المهم فيها شي اشياء اخرى، فيها هذه باش كتحكلو سنينات واقيلا الا دار سنينات ولا ما نعرف. المهم فيها بزاف الاشياء. صافي خديت له هذه خديتها ب 75 درهم. وخديت هاد المخده هادي، وهاد المخده هادي عندها المانطا ديالها حتى هي فيها نجيمات هكا بالدوغي والكري والبلو. باقي ما جبتهاش غير فهمتي، دفعت فيها العربون وخليتها عنده. زوينه ان شاء الله دابا نشاركها معاكم. وملي شفت هاد المخده هادي قلت والله ما نضيعها المخده ديالت لديك المانطا وغادي نجيبها. وصافي كان هادشي اللي خديت دابا ملي رجعت خرجت، هاد الثلاثه ديال الحاجات اللي خديت. كتب لكم تشوفوا معايا الكونه اللي اختاريت لولدي، ها نتوما هي هادي. انا راه غطيت لكم الاسم ديال ولدي في المخده، المهم حتى من بعد تعرفوه. هذه المخده مكتوبه فيها بيبي والسميه ديال ولدي. المهم ما كتبتش انا في الكونه السميه، كتبت غير في المخده. صافي درت فيها بحال هكا، هذه بيبي، درت فيها الزواقه بحال هكا، وها هي السيبوره ديالها. شفتوا انا تعمدت نختارها في هذا اللون هذا. ها نتوما ها هي كيفاش كتجي من الجهه اللور. هادوك هما لي بلاستيك اللي جابوا لي فيها الكونه. بصراحه زوينه عجبتني. المهم انا غادي نقلب المخده ونوريها لكم كامله. قلبت المخده باش ما تبقاش السميه فيها. المهم هي هادي بالسيبورا ديالها. بلا سيبور كدير 350، وبالسيبورا كدير 550، مع التوصيل 600 كدير 610 دراهم. انا غادي نخلي لكم ان شاء الله الباج ديال الانستغرام اللي خديت من عندهم وتشوفوا. المهم عندهم بزاف ديال الكونات وممكن لكم تختاروا اللي بغيتوا اللي يعجبكم. وفيها هاد تجي فيها هاد الشبيكه هادي ولا الفال ديالها بحال هكا. بلاتي نوريكم هانتوما، بغيتو تغداو ولا
البيبي هكا على الناموس ولا شي حاجه بحال هكا. المهم انا عجبتني في هاد لا كولور هذا اللي اختاريت وصافي وحبيت نشاركها معاكم. السلام عليكم الناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نصور معكم الماليطه ديال او الحقيبه ديال الولاده اللي هي حقيبه ديال الام. سبق لي وصورت معكم حقيبه ديال البيبي. المهم كاينه في الجزء الاول من هذا لا فيديو هذا، واليوم كنعمل لكم الجزء الثاني من لا فيديو ديال حقيبه الام. كنتمنى اول حاجه ربي يرزقك المحرومه والذريه الصالحه ويفرحكم كاملين وتكونوا ان شاء الله حسن نتوما فرحانين كيف ما فرحني ربي. وهذا الشيء اللي كاين غنشارك معكم ان شاء الله هذه الحقيبه هذه، ومع العلم انني ما عارفهش وانا واش غنولد طبيعي ولا غنولد سيزاريان. المهم انا هذا الشيء اللي جمعت على اساس انني نولد سيزاريان، يعني ما حيت ما عارفهش. وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم حتى انا استفدت من بزاف ديال القنوات. ولا شفتوني نسيت شي حاجه خليو لي في التعاليق قولوا لي شنو نسيت وشنو اللي هزيت كثار ولا شي حاجه. المهم حيت هذه اول ولاده ليا ان شاء الله، والله يجعلو خير ليا ولجميع النساء اللي حوامل واللي غادي يولدوا حتى هما في نفس الشهر. وهادشي اللي كاين، يلا خليكم معايا انا غادي نصور لكم دابا لا فيديو. وكنتمنى ان شاء الله انكم تديو معايا بالفكاكه على خير والصوره مكموله، الله يفرحكم كاملين. يلا خليكم معايا. هانتوما البنات، بالنسبه للحوايج اللي غادي ندي معايا انا بلاتي نقاد لكم الاضاءه مزيان، تنظن هذه احسن. الحوايج اللي غادي ندي معايا انا هما هادو. هانتوما بلا ما يخلعوكم لانني حتى سقسيت اشنو خصني ندي عاد باش زعما جمعتهم، ماشي زعما بقيت غير كنجمع نجمع نجمع حيت كنت كندخل بزاف ديال الفيديوهات وكيقول لك كيقولوا البنات اللي عندهم القنوات مالك واش غادا الاوتيل مالك واش هادي واش هادي. ولكن ما تنساوش بان هاد الفتره اللي حنا فيها هي فتره ديال الشتاء والبرد، ضروري يعني المراه الحامل اللي كتكون كتجمع الحوايج ديالها ديال لا ماتيرنيتي كونوا على بال بانها في فصل الشتاء غادي خاصها تجمع داكشي اكثر من فصل الصيف. المهم هانتوما خليكم معايا ونشرح لكم اشنو عملت انا. اول حاجه هي هاد البيجامه هذه اللي شاركتها معكم في الاول ديال لا فيديو. المهم راكم شفتوها كيفاش كتجي، انا نقول لكم شنو نزل معاها. المهم كتجي طويله بحال هكا، خديتها طويله على اساس الا كانت سيزاريان باش ما حيت السروال غيكون يعني كيحرقكم في البطن ديالكم، ما غاديش تقدروا تلبسوا السروال كيطلبوا هادي. لذلك انا سقسيت قال لك خصك تجيب شي بيجامه تكون رطبه، مشيت خديت انا هادي ديال موبرا زوينه الصراحه سخيخنا بالبينوار ديالها. المهم راه وريتها لكم في الاول، شفتوها كيفاش دايره بالبينوار ديالها سخيخنا وزوينه. غادي نلبسها ان شاء الله باذن الله مع هاد البانطوف هادي مع هاد البانطوف هادي. ونوريكم شنو غنجمع معها في الملابس الداخليه. صافي غادي نديرها بحال هكذا باش كتجيهم سهله. انا واخا ما عنديش الصراحه مع هادشي ديال الطويان ولكن غنحاول. صافي هكذا باش ما نتعطلش ويجي الفيديو طويل بزاف. شنو غادي ندي معها؟ غادي ندي معها واحد دي باردور بحال هكا. المهم غادي ندي معها واحد البيرميده لانه ما غاديش تلبسوا السروال، ما كيخليكمش تلبسوا السروال او ميم طون كيقول لك ما غادير لا سوتيان لا حتى شي حاجه. المهم انا ديت هذه البيرميده هذه، ممكن لكم تاخذوا اي لون بغيتوا. المهم نعمل لها بحال هكذا وغادي ندي لها هاد دي باردور هذا بحال ما احتاجيتو، حتى هو طيب ديال القطن هادو ديال القطن زوينين. صافي
وغادي نعمل لها هاد الكيلوت هذا في حالة ما احتاجيتو حتى هو. من طبيعة الحال القشره تيكونوا سخيخنين، تقدروا انكم يجيكم البرد تبغوا تلبسوهم، انا ما نزولهمش حتى كيتزولوا هما. عملت واحد الكوشه، ولو ان الكلينيك اللي غنولد فيه انا يعني فيه الكوش فيه كل شيء، عملت واحد الكوشه، كوشه كبيره. ملي مشيت شريتها كتقول لهم عطوني لي كوش ديال الناس الكبار في السن، فهمتوني، باش كتجيكم شويه واسعه وزوينه. راه واحد الباكي وحده فيها 10 كتباع ب50 درهم. وعملت حتى هذا الفوط الصحي وحده، هاد النوعيه هذه ها هي فيها 15، مكتوبه فيها مصممه لفتره ما بعد الولاده، يمكن كتباع بشي 15 درهم واقيلا. صافي صافي، هادشي اللي عملت في هاد البيسه هذه الاولى، شفتو دي باردورو بيرميدا وتقاشر وكيلوت والكوشه وفوت صحي. صافي غادي ندير ليها بحال هكذا. المهم انا كنجمع غير الشميه العادي حيت مازال غادي نديرهم في واحد البلاستيك. انا دابا غير كنوريكم عاد غادي نجلس على راحتي ونزيد نجمع. صافي، وهذا البينوار ديالها، البينوار عملته بوحديتو في بلاستيك، راكم شفتوه في الاول. هادي بالنسبه للبيسه اللي غادي ندخلها معايا صال داكوشمون، يعني البلاصه اللي غادي نولد فيها، هادي هي البيسه اللي غادي نلبس. ومن طبيعه الحال كتعملوهم في لي بلاستيك بحال هادو ديال البيجامانيت، باش كتبقى كل حاجه مجموعه بوحديها بالملابس الداخليه ديالها بحال الشكل اللي عملنا مع البيبي. غادي نزولوها ونشارك معكم دابا البيسه اللي غادا نلبسها. وانايا يعني الوقت اللي كيكونوا عملوا لي سيروم، الوقت اللي كيبقاو يقلبوني كل مره، قال لك ضروري غتخصك شي حاجه حتى للركبه. ها نتوما خديت هاد البيجامه هذه، ولكن خديتها طويله على اساس غادي نلبسها بوحديها بلا السروال. هذه واصله حتى لتحت الركبه، هذا السروال ديالها، ما غاديش نحتاج انا السروال في الاول، ولكن غادي نديه معايا سكور. هذه هي اللي كتوصلهم كتبقاو بها، باش كيبقاو يفتشوكم كل مره في يعني العنق الرحم شحال تفتح، واش 3 سنتيم 4 10 فهمتوني، حيت كل مره كيقلبوكم ما يمكنش ان غادي تلبسي السروال، ضروري خاصك شي حاجه تكون طويله حتى للركبه. انا كنت قلبت في الاول ما لقيتش، في التالي شريت بيجامه هكا بالسروال ديالها طويله وقلت غادي نستخدمها وسخيخنا، يعني الا بغيتو تلبسوه تحت منها شي حاجه ولا تلبسوها بوحديها. المهم في اغلب الاحيان غادي تحتاجوها تلبسوها هكذا بوحديها، تلبسوا اي شي دي باردو ولا بيرميدا تحت منها. اصلا غادي نكون لابسه ملابس داخليه، ما غاديش نحتاج انني ندير معها شي حاجه اخرى جديده. صافي فهمتوني، هذه هي اللي غادي نلبسها في الوقت اللي نوصل للكلينيك. بالنسبه للبسه اللي غادي نلبس في اليوم الثاني، غادي نلبس واحد البسه اللي كومونديت عليها، كومونديت عليها من واحد الباج انستغرام، باقي ما وصلتنيش، باقي لها تقريبا دابا شي اسبوع عاد غادي توصلني ان شاء الله باذن الله. خليها لكم مفاجاه، هي اللي غادي نلبسها باش نعمل بها التصويرات. خديتها في واحد الكولور، المهم حتى تشوفوها ملي توصل ضروري غادي نصورها لكم، ولا كنت باقي ما لحقتش لا فيديو غادي نصورها لكم وتشوفوها ان شاء الله باذن الله. البيسه اللي غادي نلبس النهار الثالث هي هذه. بعدا قبل بالنسبه لهذيك البيسه اللي غادي يعني هذيك البيجامه اللي غنلبس حتى للركبه، غادي نلبس معاها غير هذا البونتوف هذه، كنعطوها لنا واحد الخطره في الاوتيل، هذه اللي غنلبسها باش نبقى نتمشى بها تما وصافي، ملي كنكمل منها كنلوحها فهمتوني. دابا نوريكم هذه البيجامه هذه، ها نتوما شوفوا معايا، فيها البينوار هذا ديال المبرا سخون، وفيها هاد الفوقي ديالها بحال هكا،
حيت انا ما بغيتش شي حاجه اللي سخونه بزاف، المهم فيها بحال هكذا، وغادي نلبس تحت منها عاود كولون والتريكو ديالو، وفيها السروال ديالها اللي هو هذا. هانتوما راه واخا تشوفوهم هكا راه سخانين، راه شتويين ديال الشتا. المهم ها هي البينوار، شوفوا ديال المبره سخيخن، وهادي بالسروال ديالها. وغادي نعمل تحت منهم هاد التريكو هذا بحال هكا، تريكو بالكولون. لقيت هاد اللون انا هذا كاين صفيفر وكاين الابيض، المهم كاين لي كولور في دونتيل هنايا صافي. وهذا السروال راه يمكن لكم تطويوهم عاديين كيف يمكن لكم توريوهم غير بحال هكذا باش يجيوكم في الماليطه، ولكن من الاحسن كل بيجاما ديروا ليها ديروها وسط، يعني ديروا لها الملابس الداخليه ديالها. المهم بحال هكذا، وخديت لها هذا البوندو هذا خلاص. البيسه اللي غادي تجيني ان شاء الله، يعني اللي غادي نعملها على حساب التصوير، هذيك راه عندي بالباندا ديالها بالبانتوف ديالها زوينه في واحد الباج، غادي نخليها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. هذه خديت لها هذا البوندو هذا، نلبس معها ان شاء الله هاد دي باردو هذا لتحت، هذا هذيك السميطه اولا الحزام ديال البينوار، ودرت وسط منها واحد الفويطه بحال هكا صغيره نحتاجها، المهم نحتاجها، وتقشرات. وعملت هاد لاسوتيان هادو ديال الرضاعه، شفتو ممكن يجيو فيهم الطريقات بحال هكذا هنايا، راهو معروفين هانتوما باش بغيتي تردي، ومن بعد صافي كتسديها بحال هكذا. وبالنسبه لهاد السوتيان هادو راكم كتاخدو بحال هادو اللي كيلصقو في لي كيلوت كارفري، كيلصقو في لي كيلوت وكتقسموها هكذا على جوج، وهي اللي كتلصقوها هنايا. الا ما بغيتوش تشريو هادوك اللي في الفارماسي غاليين، هادي صراحه عمليه وزوينه. المهم كنقص لي الاضاءه انايا صافي. و عملت هاد لاسوتيان هذا هاد البيسه هادي، ومن طبيعه الحال حتى البيجاما اللي كومونديت عليها حتى هي غتكون بالملابس الداخليه ديالها. عملت هاد الكيلوت هذا، وعملت واحد الكوشه ليها حتى هي وفوت صحي، شفتوا هادو اللي غادي نحتاج لداخل. وهنايا عملت واحد الزيف ديال حياتي ما ننساوش، حتى هو ضروري خصو يكون باش كتحزموا راسكم، لان كيكون الراس كيقول لك مفتوح، كيكون العظام كذلك مفتوحه. ايوا وهادشي اللي كاين. وبالنسبه للبالتوف ديالها ها هي البالتوف اللي غادي نلبس معاها، سواء هادي ولا هادي، حتى هادي تجينا زوينه، ولكن قلت انا يعني هادي في نفس الكولور ديالها. نلبس هاد البالتوف هادي باقا جديده صافي. تديو معكم حاجات اللي غتحتاجوهم، اولا تبقاو ناقصاكم شي حاجه، وخصوصا ان الكلينيك بعيد عليا انايا، ما يمكنش يبقى غادي مثلا راجلي ولا شي حد غادي جاي باش يجيب لي ملبس صافي. وديت معايا هادو هاد لانجيت بحال هكا هي ليا انا هادو، وهادو كذلك غادي نحتاجهم، غادي ما يبقاو حدايا وصافي. وما تنساوش هادو اللي قلت لكم تلصقون في السوتيان تقطعوهم كذلك، تقدروا تحتاجوهم من بعد حتى الكيلوت. وواحد الكيس هكا اولا واحد الساك اللي يكون خاوي بحال هكذا اللي تجمعوا فيه الملابس اللي كتكون موسخه، وهذه غادي نزيد ندي منها شي 3 ولا 4 احتياطيين. ومن طبيعه الحال ما تنساوش الفويطات، ديت وحده صغيره وحده
متوسطه في الحجم على حسب الوجه. ديت معايا واحد الشال وتقشرات اخرين زايدين، وهذه فوطه ديال اليدين، وهذه فوطه على حساب لا بغيت هكا عزاكم الله على حساب الوضوء ولا شي حاجه، المهم حتى جيت شي حاجه ولا بغيت نمسح بها شي حاجه. وهذا دي باردور الا بغيت نزيد ندي معايا دي باردور بالكيلو ديالو. وما تنساوش الكاميرا باش تصوروا ديتها معايا هي والشارجور ديالها، وكذلك التليفون تديهم فيه واحد الكارت ميموار اللي خاويه ويكون شارجور على حسب التصوير. تبغيو تاخذوا تصويرات مع الوليد ديالكم هكا في الاوبيتال. وخديت هذا باش نصاوب الشعر، زعما ربما نكونوا بخير صحتنا مزيان المهم ديوني على قد العقل وصافي. هذا ربما نبغي نسرح به الشعر ديالي من بعد ما كيكون تعب وكنكون عراقت ولا شي حاجه، نسرح به الشعر ديالي. هذا البلاك وميم طون فيه البابيليس. هنايا واحد الكيس ديال الصابون، قلت زعما الا ولات طبيعي وربما كنت غندوش، هذا كيس ديال الصابون وواحد البانضات الشعر، اما مابقاش غندوش صافي المهم كيبقى معايا وصافي. هذا الشيء اللي غادي ندي بالنسبه للتروس اللي غادي ندي معايا ديال على حساب الدوش، حتى هو غادي نشاركو معكم، باقي صراحه ما جمعتوش. وكذلك التروس اللي غادي نعمل فيه المكياج، المكياج اللي غادي ندي شي حاجه خفيفه هذا المكياج وصافي، بحال بلاتي انا نوريكم بحال هذا البودر الوجه، واحد الباليت اللي صغيره هكا اللي هكذا فيها كلشي جمع كلشي، شفتوها فيها حتى المرايه. المهم بحال ما بغينا نقادو شويه الحاله. وديت معايا هذا ديال الخدود، موارد الخدود، كذلك درت الشفاه، وواحد القلم ديال الحجبان، وكحل صافي. وهاد ستيك ما يكونش فيه شي ريحه مجهده. هادشي اللي غادي نحتاج انا تقريبا في المكياج، شي فوندوتا بحال هكذا بغيت ندير تصويرات وصافي. وما تنساوش المشطه ديال الشعر، وكذلك السينيال والفرشاة الاسنان وصافي. هادشي اللي كاين. وبالنسبه للدوش راه غادي تحتاجوا واحد الساك ديال الدوش اللي غادي تعملوا فيه واحد الجلد ديال الوجه ديالكم باش تغسلوه وصافي، وصابون اولا جيل ديال اليدين وصافي. كنظن هادشي اللي غادي تحتاجوه، ماشي شي حاجه كثيره. هادشي اللي ديت انا يعني على حساب لان كاين الشتا والبرد، هادشي اللي كاين باش ما يكونش عندي خساس ولا شي حاجه. بالنسبه للملابس اللي غادي نخرج بها، اختاريت واحد اللبسه اللي سهله، يعني سهله نلبسها ما غادي تعذبني ما والو، فيها غير واحد توني سروال التوني وواحد تخيكو من الفوق ومونطو ديالي صافي. وفرجلي كناخذ واحد الكورتيجا اللي اولا اديداسا، يعني هكا سبرتيله اللي خفيفه ما غاديش تاديني في رجلي ولا حتى شي حاجه. المهم هادشي اللي كاين، ملي غادي نجمع داك التروس وداكشي هو غادي نضيفو لكم ان شاء الله في لا فيديو صافي. وبالنسبه للماليطه هذه اللي غنعمل فيها ماليطه مويان، ها هي غندي هاد الماليطه هذه هكا مويان. ديت معايا فيها هنا حتى السربيتات على حسب اليدين مثلا، وهذا الشارجور ديال الكاميرا. هنايا كنت منزله واحد المشيطه وصافي. هادشي اللي كاين، كل حاجه كل بيجاما بالملابس الداخليه ديالها غادي نجمعها في بلاستيكه بحال هكا صافي، ونرتبهم هنايا. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو هذا ونال استحسانكم وصافي. انا غادي نجمع المانيطه ونرجع معكم. هانتوما البنات، ها المانيطه كيفاش جمعتها،
كل لبسه درتها بالملابس الداخليه والبالطوفه ديالها. ها نتوما هذه اللي قلت لكم غنلبس في الاول، وهذه ديال اليوم الثالث، ديال اليوم الثاني ان شاء الله حتى توصلني، وغادي نعملها حتى هي هنا. هادو الكولونات التريكوات ديالهم والفيطات صافي نزلتهم هنا، وشي لاخر ديال اللانجيت والمشيطه وداكشي نزلتهم فداك الجيب، وصافي ونسد المانيتا ديالي صافي ان شاء الله غادي نسدها. بالنسبه لهاد اللبسه هذه غادي نخليها احتياط في الدار. ها نتوما حتى هي بالفيطه ديالها، بالديباردور السوتيان والكيلوت فوت صحي والكوشه، صافي هادشي اللي كتحتاجوا ديروا في الوسط. حتى هي بالبينوار، هذه بحالها بحال ديك اللبسه الباج اللي وريتكم فيها السروال ديالها، ها هو وهذه الفوق ديالو والبينوار ديال موبرا. وصافي هادشي اللي كاين، باقي نجمع غير التخوس ديال الدوش والتخوس ديال المكياج اللي قدرنا نديروه ان شاء الله. وصافي ها نتوما معايا الحبايب، ان شاء الله نمونطي لكم الفيديو وتشوفوه ان شاء الله، ولا بان لكم خصني نزيد شي حاجه قولوها، نقص شي حاجه قولوها، واخا كنشوف هادشي هو اللي محتاجاه. وصافي يلا انا غادي نشارك معكم حتى المانطا والكوف اللي غادي نعملهم الناموسيه تما ديال الناموسيه اللي كاينه في لوبيتال. غادي نستخدم المانطا ديالي وكوفر لي اللي غنفرشوه هو ديالي انا، من الاحسن تفاداو داك لي زوار وداكشي اللي كيكونوا عندهم تما. من الاحسن للكلينيك انكم تديو معكم شي حاجه تفرشوها وتغطاو بها ديالكم وحتى المخده. يلا الحبيب ديالي خليكم معايا باش نوريهم لكم. وصافي بالنسبه للحوايج اللي قلت لكم غنخرج بهم ان شاء الله باذن الله على فكنا ربي على خير، غير هذا هالتوني هذا بالنسبه لي انا مريح بزاف بزاف بزاف. هالتوني مازال تحت لي الفرصه نزيد منهم ان شاء الله، كنت خديته من اي سي واي كيكي، صراحه زوين بزاف بزاف بزاف. غادي نلبس هالتوني ولبس معاه التريكو هذا سخون كيدفي، وندير معاه هاد المونطو هذا حتى هو سخيخن، فيه هاد الفيرور هكا من الداخل، فيه القب كيدفي بزاف بزاف الصراحه. هادي هما اللبسه اللي غنخرج بها ان شاء الله. بالنسبه للحاجات اخرى اللي شريتهم على قبل الناموسيه اولا الكاما ديال الكلينيك، انا ما غاديش الناس على هذوك اللي عندهم حيت مشيت وشفتهم الصراحه وما كيدفيوش كاع. خديت انا هذا الكوفر لي هذا ان شاء الله ملي نكون فرشاه غتشوفوه، مع جوج خديات وفي الدونتيل في الجناب، ما بغيتش ناخذ ليزار غيكون بارد. وخديت هاد المانطا هادي لي زوينه بزاف بزاف صراحه عجباتني. ها نتوما زوينه صراحه، خديتها في الباج وفي هاد لي موتيف بحال هكا، هاد الزواقه هكا في الذهبي، هي باش نتغطى ان شاء الله. وصافي هادشي اللي خديت وهادشي اللي شاركت معكم هو اللي كاين. هاد المانطا هادي كنت خديتها 9600 وقيله، وداك الكوفر لي داير 300 درهم. صافي هادشي اللي كاين الحبيب ديالي، وما تنساوش المخده حتى هي تديوها معكم، وغادي ندي معايا كذلك حتى الكونه ديال البيبي. صافي يلا تهلاو لي فراسكم ان شاء الله. كيف قلت لكم حتى غادي نعمل كذلك التخوس ديال الدوش، راه قلت لكم شنو نعمل فيه، والتخوس ديال المكياج. كنظن انني شاركت معكم كل شيء، تهلاو لي فراسكم ودعوا معايا بالكاكا والصوره المكموله، والله يرزقكم كاملين كاع الناس اللي اولا النساء اللي محرومين من الذريه الصالحه، الله يرزقكم كاملين ولا يفرحكم كاملين. هادشي اللي كاين، وان شاء الله من بعد نشارك معكم دورات هكا ديال كيفاش يعني المراه ممكن انها تحمل، وكذلك شنو الماكولات اللي كتاكلوا في كل شهر، وشنو الادويه اللي كتستهلكوها في كل شهر. ونشارك معكم بزاف الحاجات اللي زوينين الصراحه وممتعين اللي دوزتهم في هذه الفتره هذه ديال الحمل. يلا تهلاو لي فراسكم، مع السلامه، وما تنسونيش من لي لايك تشاركوا في قناتكم نبيله استري، لا فعلوا الجرس باش يصلكم كل ما هو جديد. يلا دمتم بخير، تصبحوا على خير، بالسلامه عليكم.